الإسكندرية، صيف 1942، منتصف الحرب العالمية الثانية. تولد قصص الحب كما الأطفال، بريئة وجميلة. وكطفل رائع بدأت قصة حب بين رجل وامرأة، جمعت بينهما الأحلام والأمان، وتعهد على ألا يفرقهما إلا الموت. وماذا تعني الحرب غير الموت؟ جاءت الحرب لتأخذه معها على أمل أن يعود، لتكتمل قصة الحب من جديد. عندما رأيته للمرة الأولى أحببته كما لم أحب من قبل. أحسست أني ولدت له وبه. كان ميلاده الثاني معي، فذاكرته مفقودة، ولكن تلك الذاكرة المفقودة كانت مفقودة معها. انتظرته طويلا علّه يعود. وبعدما فقدت الأمل راح من يخبرها أنه يعيش قصة حب جديدة معي. لم تدرك أنها تسكن في قلبه وعقله وروحه إلى الأبد. I'm not afraid to die.
واكتملت حروف القصيدة وخطوط اللوحة وانكسر قلبي. إنها الحياة، تدور الأيام والسنين ولا يلمع إلا الذهب، ولا تنير غير الشمس، ولا يملأ الكون ضياء إلا القمر، ولا يعيش بين القلوب إلا حب حقيقي.